بركة عليا من الناس، واش أنا مبقى نصرف عليك وتشانو تخدم؟ واخا الوليد غير ما تضربنيش بحال ديما. أجي ولدي تفطر بعدا عاد سير. وسير تخدم قالك، قالك الفطور. واش انت ديما جاي معطل؟ غير سمح لي عافاك الشاف، والله ما نعاود. وسكتنا بركة متبوحيت وانا تخدم. واش هاد الطوموبيلات جاي تصايبوا راسهم؟ الرجل الله يحفظك، اعطيني شي 100 ريال والله ما فاطر على العميل. اها نفطرك ونعطيك 100 ريال من الفوق بشرط نمشيو نفطروا عندي في الدار. لا باق مني الى عاودتي هاد الشي لشي حد غادي نقتلك. مالك صاحبي كتبكي ياك لاباس؟ شكون دار فيك هاد الحاله؟ والو صاحبي عافاك خليني عليك. ما يمكنش صاحبي حنا خوت، عاود لي شنو قالك. اصاحبي هادشي مخالش تلكت عليه، خاصنا نبلغو به. يلا نمشيو نعاودو هادشي لباباك باش ناخدو لك حقك. لا لا ما نقدرش، انا كاع الرجال دابا ولاو كيخلعوني. لمن بغيتي تقولها؟ في من كدير الثقه باش يعاوننا؟ عافاك دينا عند خالتي، هي اللي كتحن فيا وتقدر تعاونني. أنا سليمة خالتي. مرحبا بولدي سليم. أويلي مالك؟ شكون دار فيك هاد الحالة؟ يلا معايا، أول حاجة نعلمو البوليس باش يشدو المعتدي، ومن بعد نمشيو للطبيب خاصو يشوفك بهاد الاثار اللي عليك، وفي طريقنا نعيط لماماك وباباك نعلمهم بهاد الشي اللي وقع عليك. الحمد لله اللي علمت خالتي، المعتدى دابا انا العقاب ديالو، وانا قدرت نرجع لقرايتي وحياتي العاديه.